بتعاني من انعكاس في الشرايين وضيق في الشريان الرئوي وثقبان وسموم، ولفيت بيها كتير ورحت مؤسسة مجدي يعقوب ورفض العملية وقال إنها محتاجة تسافر برا، ورحت لريهام سعيد وقالت إنها عندها حالات كتير ورفضت الحالة، وتعبت ولفيت ببنتي كتير قوي وبعت ورقها لوزارة الدفاع، ووزارة الدفاع عرضت الموضوع البنت على وزارة الصحة، وبعدها ردت علينا وزارة الصحة وقالت إن تكلفة العملية خارج الدولة تحتاج حوالي 200,000 جنيه، وإن المبلغ ده كبير على ميزانية نفقة الدولة، وأنا بطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنه يتدخل بصدر قرار بمعالجة بنتي على نفقة الدولة، لأن جوزي مرتبه حوالي 1,300 جنيه ويا دوب بيكفينا مصاريف ومعيشة، وربنا ساترها يعني علينا، ويا ريت يا ريس تعتبر بنتي من عيالك وتساعدني. انا كان سبق وليا طفل قبليها ولد بنفس الطريقة ومات وملحقتش اعمله العملية، وانا بناشد انكم تساعدوني، انا بنتي بتموت مني كل يوم.